كيف وصلوا إلى لقاء من يحبون؟ كيف اهتدوا إلى الله؟ بعد كده الواحد يشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وانت رابع الثلاثة دول. لك أن تتخيل أنك دخل على مجلس مثل هذا المجلس وهم يتحدثون، وفي صدر المجلس محمد صلى الله عليه وسلم، تجلس كده في مجلس فيه الأنبياء، تجلس مع آدم أبو البشر، الآية العظيمة: خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، سواه بيده وأسكنه الجنة، وخلق له من ضلعه حواء. تخيل ان انت لما تجلس معه، تجلس مع الخليل إبراهيم، تمتع نظرك بالنظر إلى الكليم موسى، تجلس بجوار روح الله عيسى. تخيل كده مشاهد كثيرة مرت عليك في المصحف وقصص الأنبياء والمرسلين، انت قديه كنت بتستمتع وانت بتقرأ او بتسمع قراءة الآيات التي حوت ذكرهم، فكيف لما تسمعها منهم؟ تخيل لما إبراهيم عليه السلام يبقى في مجلس وجالس يحكي بعض مجالس الدنيا، تقول له انا اريد اسمع منك كده مباشرة لما دخلت مصر، عايز اسمعها. تخيل المتعة كده وانت بتسمع موسى هو ويحكي لقاءه رب العزة تبارك وتعالى. كيف وصلوا الى لقاء من يحب؟